ايه وغبيان ايه معروف من اول، بس ورايح من هذه متيسر وايد. ايه متيسر، والهريس معروف من اول. بعد هريس ايه اللحم غبويه 12 عوني الربعه ربعه، ولين السوال نسيان بعد باعوا بعدون ارخص لانه ما مش ثلاجات. ايه ما في ثلاجات عدل. ايه الحين حق بالشهرين الثلاثه كيف الثلاجه في الثلاجه عدل. ايه والبحرين عزيزة إيه؟ عزيزة البحرين عزيزة إن شاء الله، وهي أبرك للحين إن شاء الله. إن شاء الله للحين. إيه تعرف أحد من ربعك اللي درسوا معاك في المطوع اللي كنت تلعب وياهم أيام الشباب؟ أبو مبارك راشد. نعم هادي مبارك راشد الخاطر. خاطر. راشد الخاطر. إيه نعم راشد. إيه؟ وخليفة. نعم وحمد. إيه قرأتهم يدتي من غير شيء. مدرستهم لله. اي قرأتهم القرآن وختمتهم. اي نعم يهدتهم بهم وعرفتهم. ايه؟ حتى الدوارة هذه ما يقولون زين زاه الله خير يدرون بهم. ايه؟ هم بعد يعني سووا العيش حق اليهال ما يدرون. نعم. يبون غد اليهال. اي ايه؟ هم بنفسهم سووا. اي المطوع. اي من هالقبيل هذي رايح. والأيام الشيخ عيسى بن علي انت. نعم. ولدت. ايه يعني مركز الحكم في البحرين كان المحرق مو بالمنامة ولا الرفاع. عند الشيخ عيسى. عند الشيخ عيسى بن علي. ايه بلغ الشيخ عيسى حط القضاء وحط الأمير وحط. من اللي عينهم الشيخ عيسى أمره على المحرق أو على مناطق البحرين؟ تعرف منهم أحد؟ تذكر منهم أحد؟ يعني من طلبة العلم؟ من سواء من طلبة العلم. ايه قضاء ولا غيره ولا أمراء على المناطق يعني على المناطق. مثلا المسؤول على المنامة منهم دي الساعة بعد ما ميش يعني ساعة حق مثل الحين هالمنطقة وهالمنطقة ايه كلها واحدة. ايه يعني حق الشيخ عيسى أمير واحد عمي. ايه اسمه حسين. ايه عمي. ايه أمير. نعم. ولكن في السداد. اه لو عمي. ايه نعم. عند عاد ولد اسمه علي. نعم. ايه بعد بويا أبوه. ايه ايه وقايم باللازم أوامر الشيخ عيسى. إيه. توصف لنا أنت دخلت مجلس الشيخ عيسى بن علي. ها؟ دشيت مجلس عيسى بن علي في المحرق. إيه دشينا. إيه. توصف لنا المجلس إيش كبره، من يجي حضر، شي 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 دور من حكي في المجلس. هادي عاد ما ثبتوا. ما تثبت. أنت تذكر زيارة الملك عبد العزيز بن سعود للبحرين؟ البحرين إحنا كنا موجودين. صغار. إيه. صغار. ايش سمعته وايش شفته وايش شفته يا عبد العزيز بن سعود الى مسجد ابن خاطر. نعم وياه ولده سعود. ايش سعود بن عبد العزيز وعبد العزيز بن سعود. سعود ولده. اي نعم عندهم صحيحه في قرطاس. ما ايه. عندهم شيء من الدنيا كله. الله وكلوها وشربوا اطلبوا موي بعد ولا ايه. الجليب في المنشى. اي نعم بعد بحر. نعم وشربوا موي وبوته واصبحوا من الصبح. اي وظهروا من المسجد سألوا عاد على بيت عيسى بن علي. إيه؟ إلين وصلوا بيت عيسى بن علي. نعم الحين هاتس واحد من قال له سالم مبارك عبدهم. إيه؟ مضايفي مال الشيخ عيسى. نعم من يصلي الصبح. إيه؟ يعند باب الشيخ عيسى ووقف. إيه إيه يوقف اللي بيجي هو الكلمة اللي بيجي مثل ما الخارج. إيه؟ هو اللي بيجي عاد وصلوا هذي ليه وقالوا لهم اللي دلاهم قالوا هذي هذي بيت الشيخ عيسى بن علي وهذي غيال الشيخ عيسى. إيه؟ قالوا الشيخ عيسى موجود. إيه؟ قال لهم شنتوا من البدا. إيه؟ قالوا احنا من عمانك. إيه؟ احنا من عمانك مهم من البدا. إيه؟ يعني أهل وقرابة. أي. أي نعم. إحنا من عمانك. أي. قال أهله سهل بالعمان. نعم. الشيخ عيسى حين يالس قال أعطي خبر شتمكم. نعم. قال عبد العزيز بن سعود وولده سعود. نعم. وعطوا خبر حاله. أي. قال له وش حالتهم؟ لهم قال له. قال له وش حالتهم بالعمان حالتهم نهب زينة. أي. عام غاعد. ود لهم بشوت ود لهم ايوخ ود لهم اقتار ود لهم تسوي وغيره هات دويري في الدهريز مال عيسى بن علي اللي يال فيها جهه النمونه دخلونا في الدويري ويبون له ويابوا الاثياب قال لي يكون اظهر
والشباط الزغي مثل اللي على عيسى بن علي عليه، والبسوحة وغيرها. تم شوي عيسى بن علي وظهرهم ويجي وتسالمها ويلسوا وتكلموا ياهم وتحكوا ياهم وقال لهم تولى تفضل نروح الباكر. ما غلط على عبد العزيز لا، واحد قدام عبد العزيز حق الميلس يكون وحيد. هذه هاي هاي مغت الأولى. المغة الثانية لا، عاد عقب الضيوف انقطعت ثلاثة أيام. عيسى بن علي ما قصر عنهم. لا ما قصر، يعني سوى شيء يعني فوق اللازم وخذوها وراحوا. بس هو منه والله سبحانه وتعالى عزهم. والحين بعد تسمع عنهم ما مشقناهم ولا مش حقيقي. للحين لله الحمد الحرمين في يدهم، مدينة المنورة في يدهم، هذه كلها في يدهم. المحرق الأول، العائلات اللي في المحرق أكبر العائلات. نعم. من هم اللي كان ساكن الناس المعروفين في المحرق الأول؟ هاي ابن منصور اللي لاهمي منانعي يعني حسته هذه فيهم. منانعي الأسواق اللي في المحرق فيها أسواق. أسواق كم سوق في المحرق؟ أسواق يعني الحين لا، الحين الأول قوي قبل السوق القاصرية هذه مني ومني، يعني السوق مو بلينا صغير، يعني سوق صغير. لا مو بلينا، مو بأسواق كبيرة. الحين سوقها يعني عدل. إيه الحين عاد غير، لكن سمعنا إن في ثلاث أسواق أول في المحرق. موجودة ثلاث أسواق. أي منهم؟ في المحرق هذه القاصرية قبل حق عيسى بن علي. أي له باب مشاهد الشمال. نعم. من الشمال وحاس باب من الجنوب حول المسجد مال عيال ابراهيم بن يوسف. اي وله باب في الوسط. نعم. يعني سوى المغاب سككوا البيبان. سككوا البيبان، سككون بيبان السوق. اي اي والباقي مو يعني مثل لا كذي هاللون، لكن امان. اي امان. اي امان. اي امان. عيسى بن علي بعد حط مواطير وحط يعني. بعد تذكر احد كان ضيوف يا عند الشيخ عيسى بن علي؟ وايد يجون يعني من بلدان ثانية. إيه وايد يجون، يجون ياخذونها مكان تام. تذكر أحد منهم؟ لا. من الخليج ولا من الوطن العربي ولا من؟ إيه بس من الخارج. من الخارج. من الخارج يجون. إيه. بعد الحين ذاك الوقت بعد صار. إيه. صار. والله عيسى بن علي حكم 65 سنة. 65 سنة. ما حد حكم كثر عيسى بن علي. توصف شلون شكله كان شيخ عيسى بن علي؟ هيئته يعني. هيئته؟ إيه. أسد. ما شاء الله. نعم. شلون يعني كان كبير في السن يوم أنت شفته تذكره؟ هو حكم 20 سنة. إيه. 20 سنة. حكم هو شاب. إيه 20 سنة. من سن العشرين. إيه 20 سنة هو حكم. إيه. شو يلبس؟ يلبس. كل الثياب الزينة والدي يلبس. شطفة يلبس. والشطفة الزهري وغيرها. سيف. والخيل والأخشاب والزمايل يعني. يعني في تنقلاته في المحرق، دوارته في المحرق. إيه؟ على خيل لو السيارات ما مش. هذه روح غية. إيه. نخل غية. نعم. هي له. إيه. والعصاري يظهر ويجلس في نخل غية. أول بغستي عود. نعم. وبنيان زين وغيره. نعم. تالي لا سوى بنقلة. ايه. ايه سوى بنقلة ويجلس فيها. في شنو بشنو يروح؟ ها؟ بشنو يروح من المحرق ليه ريه يعني ليه؟ ايه يروح عقب ما يصلي العصر. يصلي العصر وساعات قبل. عند احنا. يعني مشي ولا على رشاب ولا على. لا على على. على خيل. على خيل على حمير. على خيل. يوم حمير ويوم خيل. ايه نعم. ايه. يوم خيل يوم حمد. ينزل المنامة الشيخ عيسى بن علي. إيه هي المنامة. اي هي المنامة على الموجة. شقاد يعني كل يوم ولا في الأسبوع مرة ولا؟ لا لا ما كل يوم. ها. أبو بعد صار باليوز. إيه. هني صار باليوز هني تم. نعم. الباليوز يعني يزور الشيخ عيسى بالدوام. إيه. إيه عاد أول. نعم. لأن الباليوز شافوا الحمار مال. إيه. الحمارة. إيه. ودوا له وركبوا عليه. أي أول يمشي. أي أول يمشي من العبها إلى ميلس الشيخ عيسى. نعم. تاي
تعالي حمار لك الاحترام. اي يبون مال حمار. بعد وسيله نقل ذاك ذاك الوقت ما مش بعد سيارات فلازم يعني لا لا ما تالي شيء شيء. اي تالي بعد لين قط الكابوس. اي وقت اللي قال سويس بن علي تالي شيء 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 تم يخلي الكابوس. اي تغاحوا شوي يعني ليل الخوال. اي شوي 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 تغاحوا عقب. اي ولكن عيسى بن علي اسعد. وتعرف احد من امراء المحرق ايام عيسى بن علي عقب عيسى بن علي؟ بس عيالي. اي عيالي حمد بن عيسى. حمد بن عيسى ومحمد بن عيسى وعبد الله بن عيسى. شيخ حمد بن عيسى سكن المحرق؟ يجي المحرق؟ يجي المحرق هو لكن غالب يعني دي فسخير. فسخير. فسخير في القصر هذي هل موجود؟ اي نعم. اي. موجود الان. عند عاد هذي يودي وياه الشيخ علي اللي احنا نتكلم عليه. اي. يوديه. اي. على نفقته يكون يصلي بهناك. في وين؟ في الصخير. في الصخير. يصلي بالشيخ حمد. الشيخ عيسى بن علي حاج راح الحج؟ ها؟ تذكر حجته؟ راح الحج الشيخ عيسى بن علي؟ حجته ويا جاسم سيادي ويا عيسى سيادي ويا عيسى سيادي وهو سي عيسى سيادي عم ابوي وعمي انا. اي نعم. اي وحضرتك كم مره رحت الحج؟ رحت الحج حجيت؟ انا؟ نعم انا رحت اربع وعمره. اربع حجات وعمره؟ والله الحمد. شو اشتغلت فيه عم يابر؟ انا ركبت يعني الغوص. ركبت الغوص. ركبت ذاك الغوص ما مش غيره. ايه. ما مش غيره. ما مش غيره اشغال. ما مش. ايه. ايه. مع من النواخذ ركبت؟ ركبت 32 سنه. 32 سنه الغوص. غيص. ما شاء الله غيص. ايه. غيص 32 ايه. سنه. الله. 15 مع يبه العماري 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 كان تسمع بهم. اي نعم. الحين ما مش احد عد ما والاولي والثاني. ايش مني؟ من الظلم. من الظلم، يعني انت كانسان غيص وجربت وعاصرت حياه الغوص، هل صدق انه اخذ ظلام ظالمين ذاك الوقت؟ ما في حكي. ظالمين ولا تبغى ذمتهم من خفيج. اي. اي. يعني هذا اي هذا الحين غوص. اي نعم. ما له نظير. اي. وكلامه وأشياء وروحته ويعيته نعم. ما بروحه حقيقة. إيه. قال ودنا نبي نصلي الجمعة في الصخيرة. إيه. إيه. نعم. قال لك شيخ علي ما يجوز. ما يجوز الحين أنا أصلي بك صيغ الفروض.